تروح وتخليني بروحي. ايش تبين اسوي بعد؟ تبين هي الدوام؟ الله يقطع الدوام. اوه شنو هذا؟ استغفر ربك لقمتنا. يعني يهون عليك تخليني وتروح؟ ما يهون، بس شو اسوي؟ العيشة تبي. بدأ الفنان عبد الله الحبيل أولى تجاربه في عالم الكتابة وتحديداً السيناريو عام 79 عندما تبنى تلفزيون الكويت إنتاج مسلسل الدانة الذي قام الحبيل بكتابته واستقر على هذا العنوان بعد أن تم تغيير اسم العمل لأكثر من اسم نذكر منها ربة البيت وحياتنا الحلوة. والمقصود بالدانة في العمل هي الأسرة، لذلك فقد كان مسلسل الدانة دراما أسرية استطاعت باقتدار أن تجعل الناس يجتمعون أمام التلفاز لمتابعة حلقات المسلسل. والفنان القدير عبد الله الحبيل صرح في بداية التصوير أن مدة الكتابة استغرقت عامين متتاليين. الله الذي فيه العافية إن شاء الله. الله يعافيك فهد. تفضل. لا صدق، ما حد يقدر يسوي قرص عقيلي مثل أمك. دعوة يا حافظ، أكو أحد ما عرف يسوي قرص عقيلي؟ يا بنيتي هذا ما حد يقدر يسويه إلا اللي ربى عليه. أمي الله يرحمها ما تسويه مثل أختي أم فهد. عجيب. عيل أمي شلون تعلمت تسوي؟ من جدتي سبيك الله يرحمها. الله يرحمها. يعني شلون يسوونه؟ يجيبون بيض هو فهد. وأن أحداث العمل مستوحاة من الواقع، فبعض المواقف حصلت له وأخرى حصلت لأسر يعرفها جيدا حاول لملمتها وصياغتها في قالب درامي اجتماعي مطعم بالكوميديا الخفيفة. زين أمي تزعلت، أنا شنو ذنبي تخليني أقعد بدون غدا؟ أنت لو سامع إهانات اللي قدام أم إبراهيم كان ما لبتني. محطوم؟ الله أكبر عليك شبان، الحين أنا هنتج؟ أنت ما قلتي لي إيش قلت؟ قلقلت حنوت تقولي آمين؟ أنا وش خايفة من ربك باشر وراك أبو شبر؟ إيه أبو شبر، الله العالم إني ما قلت غير الصدق. وتشذبيني بعد؟ انزين انا بروح انادي ام ابراهيم وانت سالها بنفسك اذا انا انت ولا قلت. تدور احداث العمل حول الشاب خالد الذي يعيش مع والدته بعد رحيل الاب عن الاسره الصغيره. يتزوج خالد فاطمه، وعند دخولها بيت الزوجيه تكثر المشاكل بينها وبين والده خالد، وتتوتر العلاقه بين افراد الاسره، ويحتار خالد من جراء ما يحدث من مشاكل في بيته، فهو لا يستطيع أن يترك المنزل مع زوجته وإبقاء والدته وحيدة، لكنه يرسم خطة ويسعى لتحقيقها وهي تزويج الأم من الجار الأرمل بوجاسم، وهو على علم بحاجة بوجاسم إلى امرأة في مثل سنه لكي تكون شريكة حياته وتعوضه عن الفراغ الذي ألم به بعد رحيل زوجته. وبالفعل يتزوج بجاسم بأم خالد وتنتهي مشاكل الأسرة. صدقين فاطمة؟ وهكذا بعد الضربات التي صدقين فقدتك؟ يلا ادري الى كاوبوي لانج. والله بطمن نفسك. صدق انا عادي. شنو عادي؟ ما كنت مهتمة وايد. يلا عاد وي كيفك، ما انت مصدق كيفك. لا 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 صدق 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 فاطمة صدق صدق. بعض الأحيان كنت أنطر على التليفون أقول يمكن يتصل بس، وبعض الأحيان كنت أفكر فيك قبل لا أنام. إيش دعوة؟ وي الدعوة عند القاضي. صور العمل أواخر عام 79 وعرض في دورة يناير عام 80 بشكل أسبوعي بحلقاته التسع، وقد حقق العمل نجاحاً ساحقاً حين عرض، وانجذب المشاهدون لمتابعته إلى أبعد الحدود، لأن العمل كان يتميز بالواقعية الشديدة
في المعالجة، وكانت الأسر ترى أحداث حياتها اليومية ومشاكلها عن طريق هذا المسلسل الدانة. وقد تولى إخراجه حمدي فريد، وقام بتوزيع الأدوار بعناية على الممثلين، وأدى كل ممثل دوره بعفوية وبساطة دون أي تكلف. وقد كتبت الصحافة المحلية العديد من المقالات التي تشيد بالعمل. نذكر لك عزيز المشاهد فقرة من تحليل ونقد حسن عبد الهادي في مجلة عالم الفن بتاريخ 13 أبريل عام 80، حيث قال: لقد امتاز فريق عمل الدانة بتوافق إيقاعي خاص في كل دور أدوه، وبحرية مدهشة في كل أفعالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم. لقد ألغوا ما يفصلهم عن المشاهدين واقتحموا عليه بيته، وقدموا لهم مشاكلهم، فكانوا بذلك كمن يقشر جرح صاحبه ليعالجه ويبرئه من الألم، وليس الاستخفاف به والاستهانة من شأن صاحبه. ولذلك وجد هؤلاء النجوم طريقهم مباشرة إلى قلوب الجمهور، واستطاعوا أن يجسدوا القيمة الصادقة للمشاعر الأسرية من خلال بداهتهم الفنية. بالزعمة عليك. إيه صح، يوم عندنا ويوم هناك. إن شاء الله. السلام عليكم. هلا هلا هلا. السلام إبراهيم. حياك حياك الله. سريح سريح. ساك الخير. تفضل. خلاص. إن شاء الله بالخير والكرامة. تفضلي. قدشر قدشر قدشر. شلونك إبراهيم؟ الله يسلمك. بس طيبة. الله يسلمك. شلونك؟ العافية. عنك. الله يخليك. شلونك؟ بشريني عنك إن شاء الله الحين. والله الحمد لله إن شاء الله أشوى بحيل الله. شلون ابراهيم؟ خير والله، عساك بخير. هاك خير. جايبت لك جايبت لك قصيده. تلين بلاعيمك شويه. هذه عوايد ما تبطلين. قول شنو تقول؟ قصيده؟ عصيده. عصيده اي على بالي قصيده. وهذا حقي الحجي. جزاك الله خير يا ام ابراهيم. هذا شنو؟ شنيالي. شنيالي؟ من شنياله؟ شنيالي. بقي أن نذكر أن العمل ضم نجوماً كثر هم: حياة الفهد، خالد العبيد، عبد الله الحبيل، هيفاء عادل، عبد العزيز النمش، محمد سريع، أحمد مساعد، هدى حمادة، باسم حمادة، خليل إسماعيل، صالح حمد، حمد ناصر، فيحان العربيد. أما المنتج المنفذ فكان لشركة الجزيرة للإنتاج الفني.